تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب في حصص استيراد القمح المستورد المدعم وإلحاق خسائر بالخزينة العمومية تهم وجهتها الحكومة للمدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب الذي أوقف على خلفيتها مع الغلق الفوري ل 45 مطحنة تم إثبات مخالفتها للقوانين المعمول بها وإقرار متابعة قضائية بخصوص باقي المطاحن التي قدمت تصاريح كاذبة فيما يخص قدراتها الإنتاجية الفعلية. في خسائر اقتصادية كثيرة، لماذا؟ لأن شو تضخيم الفواتير والاستيراد القمح اللي يعتبر مادة أساسية واستراتيجية، وأصبحت هذه المواد تروح للتهريب والدولة دعمها 50%، هذا ما يؤدي إلى إفلاس الخزينة العمومية. خبراء أكدوا تورط مسؤولين سامين في هذه القضايا، ستظهر أسماؤهم مع بداية التحقيق، وأكدوا أن الجزائر استوردت هذه السنة 30% من القمح زيادة عن حاجية المواطنين للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعم وإعادة تصديره إلى الخارج. هذه المطاحن كاين أكثر من 260 مطحنة زيادة في الجزائر، استثمروا في المطاحن أكثر من لازم، والدولة اللي مولت هذه المطاحن، شكون كان يعين هاد الناس اللي في الحبوب؟ العصابة. احنا طلبنا باش يعاودوا يروحوا للرقمنة ونديروا إحصائيات شحال نسحقوا القمح. رانا في سنة 2019 ما يخفاش عليك باللي في شونفي استوردنا 30% زيادة. متابعة قضائية لكل أفراد العصابة التي لم تترك أي مجال دون تلويته بسمومها، وحملة شرسة على الفساد بالجزائر في كل المجالات، وكل الفضل يرجع إلى الحراك الشعبي الذي أعاد للجزائريين سيادتهم على بلادهم.